النهاردة في فيديو مختلف، فيديو حلو جدا من أعلى قمة جبل رانجي توتو أو جزيرة رانجي توتو اللي هي الجبل البركاني اللي قدام مدينة أوكلاند. المكان حلو جدا، هنا أوكلاند سيتي قدامي. الجبل البركاني ده عمره 600 سنة، هو طلع لوحده قدام مدينة أوكلاند، قايلين ان هو مش هينفجر تاني. هو ساعة لما طلع بس ما حصلش فيه غير، هو بركان غير نشط. التراك بتاعه هما بيقولوا مودريت، بس اللي هو برضو صعب على الأطفال، بالذات الأطفال السن الصغير ده هيكون صعب عليهم جداً. لازم يكون لبس رياضة اللي لابسينه، كمان الشوز هايكنج لأن هو كله مرتفع بس حلو جدا. لحد قمة الجبل حوالي ساعة، ساعة وربع تقريبا، بس عادي يعني، مش ممكن ما اخدهمش ساعة كاملة يعني، عادي بنقف بنريح شوية كده. بس المكان يستاهل. معلومات اكتر بقى عن ازاي وصلنا للجبل، خدنا تذكرة من وسط البلد ب 39 دولار ريتيرن، اللي هي رايح جاي يعني، بالعبارة. في مواعيد كتير للعبارة يوميا، بنيجي بنوصل لحد الوارف او الميناء بتاعت، هي يعني المرسى بتاع المركب في رانجي توتو ايلاند. وبعد كده بناخد بقى التراك لحد الصمت او فوهة البركان من فوق. زي ما قلت ان البركان اصلا غير نشط، فان هو امن. زي ما انتم شايفين اوكلاند كلها قدامي، المنظر رائع جدا. وبعد ما بنخلص اخر عبارة بتيجي الجزيرة الساعة 4. هو عشان احنا حاليا النهاردة يوم الاحد، فبس غالبا يوميا يعني هتبقى اخر عبارة بتيجي الجزيرة الساعة 4، فلازم ان احنا نكون نازلين واخدين اخر عبارة. المكان حلو جدا زي ما قلت قبل كده، ان ده مش يعني في اطفال سن مثلا ممكن 10 سنين فيما فوق ده هيكون مناسب ليهم، وممكن برضو يعني 7 8 برضو هيقدروا يمشوا، بس السن الصغير ما ينفعش، لان كمان مفيش مكان للعربية بتاعت الاطفال او البرام بتاعت الاطفال الصغيرين. فاصلا التراك كله صخور بركانية، فلازم كمان انا هوريكم الهايكنج شوز ده بيكون شكله، علشان ده بيكون بيثبت في الارض اكتر، فبيكون سيف اكتر في المشي يعني. بس مش شرط يعني، في ناس عادي لابسين اللي هي حذاء رياضة عادي يعني، بس ان ده امن اكتر يعني، لان التراك كله في صخور بركانية زي ما قلت. هنا المنظر كله ده مناسب جدا لرحلات سواء سيدات او رجال، لان مع الاطفال هيتعبونا اكتر. هنا يعتبر القمة بتاعة الجبل، زي ما انتم شايفين كله شجر. هنا طبعا محمية طبيعية، لازم لما قبل ما بنيجي قبل ما بنركب العبارة بنغسل الشوز بتاعنا او بنعمله بالفرشة. بيبقى في عند مكان العبارة هما بيقولوا لنا ان احنا ننظف الشوز بتاعنا كويس قوي، علشان ما يكونش فيه مثلا اي حشرات حتى صغيرة ان هي تدخل. طبعا هنا في، مش هقول ان مفيش حشرات فيه، بس ان هو مش عايزين اي حاجة مختلفة عن طبيعة المكان، اللي هي الحاجة اللي موجودة في المكان اصلا من الاول هي هيها فيها. طبعا هنا مفيش حيوانات او اللي هي زي فيران او حيوانات اللي هي ضارة بالبيئة مثلا، فده مفيش.
في الجزيرة نهائي. في طبعا عصافير وفي طيور خاصة بالجزيرة، كله طبعا حلو جدا زي ما انتم شايفين. مراكب، المكان رائع جدا ويستحق انكم تيجوا وتجربوه. اتمنى انكم استمتعتوا بالمنظر. استنوني في مغامرات تانية من نيوزيلندا. سلام عليكم.